فيسبوك دلوقتي كارثة الكوارث دلوقتي بالظبط، في جمع المعلومات، وهو أنا وتويتر والبروكسي والياهو والشاتينج وغرف المحادثة، كل الكلام ده قاعد وراه جيش طب من ايه المعلومة المحدثين. اللي هي ممكن تتقال بحسن النية يا دكتورة وتبقى هي ممكن يستفاد منها زي ايه؟ اولا مثلا ايه، يعني انا مثلا انا موجودة على الفيس، انا بيوصلني كلام وبرضه بتناقش مع ناس في الكلام، الكلام ده خطير جدا، هما بيهمهم كل الكلام ده، حتى الحالة العامة، الحالة العامة، حالة الغضب، ايه اللي بيحصل عندك، انت بتقدم لهم كل ده على طبق من الذهب. يعني لو احنا نفتكر الجواسيس زمان كان بيطلبوا انهم الجاسوس كان يستغرب يقولوا له لا احنا عايزين نعرف اسعار السلع الغذائيه، ما تجيب لناش حاجه مثلا سياسيه، كان الجاسوس يستغرب. ها هم قاعدين جيش يرصدوا عندك حاجات، هي بيعملوا لك بقى ايه، حالتك الاقتصاديه ايه، وضع السوق ايه، قدره المواطن على المعيشه ايه، حالات الغضب عامله ازاي، الشكاوي العامه الحاجه اللي بيشتكوا منها كذا المصريين. كذا. ده كل ده يهمهم لصنع ال ال عشان هو يلعب في دماغ الشباب ده على ده مش من بس ده. كده لصنع بقى القضايا، ان هو يضربك فين، زي مثلا ما احنا هجمونا كذا صوره للحرب البيولوجيه حصلت علينا من بعد الثوره، يبعت لك مثلا حاجه ها بفيروس مخلق تدمر لك المواشي، يبعت لك مش عارف زي اللي اتعمل في بذور الحلبه فراح الاتحاد الاوروبي واقف 16 نوع من الحبوب المصريه، ها وهي كانت طالعه سليمه ومكشوف عليها سليمه، فهو يعرف انت فين يوم ضربك، كل المعلومات دي تهمهم، وقعد وراها جيش بيحللها وخبراء نفسيين وكذا وكذا. استاذن بس في فيديو اللي هو ده سي اي اي موساد اند فيسبوك، عشان الفيديو ده برضو فيه حاجه، فيديو اسمه ده سي اي اي موساد اند فيسبوك، ده الفيديو ده عن علاقة الموساد والسي اي اي المباشرة بالفيسبوك، واصلا هم وجوجل، جوجل بالكامل طبعا، على فكرة كل المواقع مش بس دول، بس جوجل بالكامل ها جوجل لا مش هيورد على جنة جوجل ده، يعني جوجل بالكامل، الفيسبوك، تويتر، كل المواقع، ياهو، دول موساد وسي اي اي رسمي، لدرجة ان احنا نشوف دلوقتي ان البنتاجون بيدي اللي هو مارك اللي هو اللي عمل الفيسبوك قدام دالية ذهبية لتقديم هذه الخدمة للسي اي اي. انت عايزة تقول ايه في الفيديو ده؟ اللي عايزة ايه؟ الفيديو ده عايزة اقول ان هم في الفترة اللي فاتت في بداية حدوث الثورات عملوا وحدات جديدة كلفوها 2 مليار دولار عشان تجديد نشاط الفيسبوك عشان هو يبقى اقدر على جمع المعلومات بالنسبة له، فعملوا وحدات جديدة صرفوا عليها 2 مليار دولار، غير بقى طبعا في حاجات احنا ما نعرفهاش مثلا كده. ده كان في الكونجرس ها بيفتح قضية دي اللي هم يعني هو في ناس في الكونجرس معترضة على التجسس التام على المحادثات الخاصة كلها على الفيسبوك وغرف الشات كلها، وده يعني كلام معلن، يعني مش كلام مرسل، ان كل الكلام ده يعني يقع تحت طائلة التجسس وجمع المعلومات، حتى ما اللي انت بتمسحه من رسائلك الخاصة دلوقتي هو بمخزنه واخده بصورة تامة. اوكي ده اللي اخترع العمل الفكره فيسبوك، ادوله ميداليه ذهبيه تكريم له في من فتره عشان تقديم هذه الخدمه الجليله وده كان بانيتا اللي بيديله الميداليه الذهبيه عشان تقديمه هذه الخدمه الجليله للسي اي اي. شركات كتيره طبعا اللي مشاركه وشركات البرمجيات، وعايز اقول ان اسرائيل لوحدها عندها 100 شركه كبرى من الشركات البرمجيات المتداخله اللي هي عاملها تحت سلطه الموساد. غير كده عندنا مثلا الـ كل الحاجات اللي هي التجسس دي تقع في الطائل تحت شركات طيب دي. في سؤال جاي لك هنا بيقول ربا اي بتقول هل من الممكن ان يراقبوا ملايين الناس على الفيسبوك وتويتر ودي محتاجه الاف الاشخاص تراقب؟ ده مش كده، انا عايز اقول لهم يعني انا عندي هنا بس طبعا ايه انا مش بقول يعني بالتفصيل، بس انا عايز اقول اللي هي القدرات اللي هي بعد مثلا القدرات بتاعت السؤال دلوقتي التويتر. هل ممكن يراقبوا القدرات بتاعت التويتر في اليوم الواحد بتوصل ل 20 مليار، يعني عنده قدره انه 20 مليار تويتر في اليوم الواحد. ها الفيسبوك كامل ليه؟ لان هم مش بيراقبوه فرديا، ده عندهم اجهزه بتجمع بتفرمط المعلومات، يعني هنتكلم دلوقتي على منظومات اسمها منظومات الترجمه وقواميس وكذا وكذا. طب نشرح دي بس عشان نرد على السؤال، هل ممكن يعني هم بيقدروا أيوة. يراقبوا ده مليارات، احنا هنتكلم على الاخطر من كده ان شاء الله، يعني طب قولي ما هي لسه الكلام جاي على حاجات اخطر من كده. لا قولي على دي ردي على ده دلوقتي. ما انا بقول ان احنا دلوقتي يعني انا لما ادخل بقى في المنظومه اللي بتلم الكلام ده هشرح لكم ان في منظومات وبرامج اسمها برامج اشرحيها الترجمه والفلتره،
يعني دي في منها كذا نوع، يعني فيش داعي ان انا اذكرها بالاسامي، بس دي شركات كامله طورت برامج، طورت برامج للترجمه والفرمطه، بتفرمط المعلومه، وعندهم قواميس وفي سيستم كامل بيسجل الصوت وبيحوله المعلومات يعني الرقمية. ده كل الكمبيوتر بيعمله بالظبط يعني فرمطه المعلومه ده هو المهم. اشرحيها ازاي يعني ده منظومات، يعني في برمجيات بتفرمط المعلومه. انت مثلا بتتكلم في حاجه مثلا بتخص، يعني في مثلا زي حاجات بتخص حاجات دينيه، هم محطوط له تعريف لحاجات دينيه، محطوط له تعريف لحاجات كذا، فبيحصل فرمطه الكترونيه، يعني يوزع بقى يفنط ده هنا وده هنا وده، بيفنط ده بيفنط ده كله. وده يعني هنعرفه اكتر لما نتكلم على اشلون، ده انت بقى بتراقب مليارات وكمان بتتدخل معاهم، يعني هنشوفه برضه. امال امتى هنقول؟ طيب هتقولي امتى؟ ما انا بس بنتدرج في الكلام. ما هو انا عايز اقول عشان نرد على السؤال، يعني النهارده ايوه انا بقول ان هو في نظام برمجي كامل ومطوراه كذا دوله، وهنشوف كمان الاخطر منه، يعني ده في تدخل مع العقول كمان، بس هو نظام برمجي كامل بيعمل اسمه منظومه ترجمه ومنظومه قواميس كامله، دي بتفرمط المليارات من المعلومات دي. طيب يعني بس عشان احنا مش هنتكلم في حاجه ثانيه، هنتكلم في الموضوع ده وليه حاجه بعد شويه هنتكلم فيه على طول. حضرتك تشرحيه على طول. عايزه تقولي حضرتك ان هو البشر هنا مش متدخلين لغايه دلوقتي، ده في بشر، في بشر يعني وفي بقى الاجهزه منظومات وبرامج معينه بتاخد هذه المعلومات وتصنف المعلومات ديت، دي دينيه، دي كذا، دي كذا، دي كذا، دي كذا، وبعدين تبتدي تحللها، وبعدين تبتدي تطلع هذا المنتج اللي بتطلعه في الاخر لبشر عشان يستفيدوا منه. طيب. مثال على السؤال ده، مثلا لما انا قلت من شويه مثلا ايه ان الـ 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 التويتر، وازاي ان التويتر عمل صفقه مع مكتبه الكونجرس، عنده منظومه، مكتبه الكونجرس عندها منظومه كامله لفرمطه مليارات التويتات يوميا بجميع اللغات. ايه يعني مثلا لما انا قلت ان التويتر عمل بيع للتغريدات بتاعته لشركة اسمها داتا فيت. اي تغريدة بتتعمل على تويتر في العالم باعوها كلها للكونجرس، حتى الممسوحة، وعنده خلاص ما احنا عرفنا الممسوحة دي، غرف بيبعتها يعني. عمل صفقة مع مكتبة الكونجرس في 2010، مكتبة الكونجرس عندها منظومة كاملة لفرمطة المعلومات مليارات وترجمتها بالظبط من اي لغة للغة الانجليزية، يعني مش بس ترجمتها، المنظومة دي محطوط لها برمجيات كاملة بتفرمط المعلومات دي على حسب مثلا دينية، اقتصادية، كذا 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 كذا، حتى المحادثات الصوتية بتقلبها لمعلومات رقمية وكذا وكذا وكذا، وبعدين قاعد جيش مثلا من المتخصصين ووراهم برضو منظومات برمجية تانية بتبتدي تحلل أهمية المعلومة. يعني أنا مثلا دلوقتي عايز أعرف إيه وضع الجماعات الدينية، أجيب اللي هي إيه الشق المليارات دي الخاصة بالجماعات الدينية، بيبتدي يعمل لي إيه فرمطة. أنا يعني في جزء داخل فيه العنصر الادمي وجزء داخل فيه العنصر البرمجي، فبعمل فلتره بقى، انا ابتدي اوصل الاهم فالاهم فالاهم. بس عايزه قبل مثلا ما انقل من الموضوع ده برضو اشير على حاجه هي شائكه شويه، ان تساؤل مثلا انا وغيري بنساله من زمان، ها، والتساؤل ده شائك جدا في اللي حصل في مصر. التساؤل ده وعلى الكل ان هم يسالوه، ماذا يفعل مكتب الاف بي اي المقام داخل السفاره الامريكيه؟ المفروض ان الاف بي اي ده اللي هي المباحث الفيدراليه، ده جهاز زي امن الدوله، المفروض ملوش سلطات خارج دولته. فاحنا عندنا من سنه 97 واحنا مقام عندنا مكتب للاف بي اي داخل السفاره الامريكيه. هي دي اللي مزعلك؟ بس ده غير بقى مكتب السي اي اي، ده غير مكتب السي اي اي. طب ما تقولي السؤال يا ست الهانم، احنا نقول النهارده نعكس الايه، نقول البعثه الدبلوماسيه الامريكيه في مصر عددها قد ايه؟ اي بعثه دبلوماسيه بتبقى بنتكلم في 100 واحد، 70 واحد، 80 واحد، البعثه الدبلوماسيه الامريكيه في مصر الاف. ما ده عشان دي مش بعثه دبلوماسيه، انا لا ده كلهم واخدين الدبلوماسي، عشان ما تقدريش تحاسبيه. لا ولا يعني انا قصدي واخدين دبلوماسي انما عايز اقول ليه العدد كبير كده بقى، بي فيهم بقى الاف اي بي والفي بي اي والتي ان تي والمطافي وفي كل حاجه بقى. هتلاقي مثلا على الاقل 10% منهم او اكثر تابعين تماما ومدربين من السي اي اي ورجال اعمال وكذا وكذا وكذا. لكن عايز اقول بقى ايه، مثلا انا ليه بشير للاف بي اي؟ ها، ما في مكتب للسي اي اي في السفاره الامريكيه، بس ليه الاف بي اي؟ اف بي اي ده زي جهاز ايه، امن الدوله،
ملوش سلطات خارج بلده. ماذا يفعل هذا المكتب؟ المكتب ده مسيطر على 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 حاجات كتير جدا، والمكتب ده متداخل مع أنشطة كتير جدا، سواء الأنشطة اللي هي تابعة لواجهة أمريكية زي الجامعة الأمريكية في القاهرة، زي المركز الثقافي الأمريكي، زي مراكز البحوث الأمريكية. دي كل ما تأخذه ها بتصبه في مكتب الـ FBI اللي في القاهرة على فكرة. تاني حاجة بيلعب بقى من خلال بقى إيه كذا جهة، إنه بيتداخل من خلال المنظمات المدنية وحقوق الإنسان اللي بتسيطر عليها تمويلات أمريكية، بيتداخل للتحريك، بيتداخل على فكرة. المكتب ده كان مسؤول في بعض حاجات عن الفئات المهمشة من زمان، وكيفية تجنيد الفئات المهمشة اللي هي موجودة زي قنابل مستعدة للتفجير داخل البلد، اللي هم من العشوائيات وكذا، دول اللي شفناهم الفترة اللي فاتت، العيال اللي احنا بنشوفهم كده نازلين يضربوا في الشرطة ويفضلوا باليومين عمالين يضربوا في الشرطة ويضربوا حجر، ولا ما عندهمش لا قضية ولا فاهمين هم بيعملوا ايه، يضربوا في الشرطة يضربوا في الجيش، ينزل يعمل لك اي شغب في الوسط، يولع لك في اي حاجة في وسط ما الامور مصطدمة مثلا بين جهتين وكده. المكاتب دي داخلة، والمكاتب دي واجهات لتدخلات كتيرة جوه المجتمع المصري، والتدخل ده مدروس من زمان ومتعد. فالاف بي اي تحتيه 34 هيئة فاعلة داخل مصر، اللي هو مكتب الاف بي اي في مصر تحتيه 34 هيئة تابعة لي، سواء من المنظمات المدنية الكذا، الجمعيات الاهلية، المش عارف ايه الكذا الكذا. فانت بتلعب، انت عمال تلعب جوه البلد، وما حد سأل نفسه انت بتعمل ايه هنا اصلا، يعني صورته غير قانونية هنا، وجوده غير قانوني.